في هذا المقطع نستعرض عدد من رسومات الفنان العراقي بكر أسعد، ونبدأ بالAKM وهي بندقية هجومية سوفيتية من إصدارات كلاشينكوف. AK-74 بندقية هجومية سوفيتية من إصدارات كلاشينكوف. وهذه النسخة مزودة بإضافات أمريكية. وهذا مخزنه الحلزوني. AKMS وهي النسخة القصيرة. M4A1 نسخة القوات الخاصة وهي من إصدارات بنادق AR-15 الأمريكية. مارك 18 وهي بندقية أمريكية بماسورة قصيرة صنعتها شركة دانييل ديفنس. هذه مخازن لبنادق أمريكية. QBZ-97 بندقية هجومية صينية. جلوك 17 مسدس نمساوي. قاذف RPG-7 مع منظاره. GM-6 لينكس وهي سلاح ببجي الجديد، بندقية قنص مجرية عيار 12.7 ملم. AS-762 بندقية هجومية صنعها الكيان وهي من إصدارات جليل. CDX-50 بندقية قنص أمريكية عيار 12.7 ملم. FNF-2000 بندقية هجومية بلجيكية ذات مخزن خلفي. HK-416D بندقية هجومية ألمانية. M-45 مسدس أمريكي. MCX Virtus بندقية هجومية ألمانية.